اهلا ويا مرحبا، اسعد الله مساكم بكل خير. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، كانت البدايه بفكره واليوم واقع ملموس. طبعا هذم 5 تراميس بنعملهم صدقه جاريه في الشوارع، اسال الله ان يكتب الاجر لنا ولكم ولكل من ساهم يا رب. طبعا تكلفه الترموس زي ما تكلمت فيها، تكلفتها 307 ريال سعودي، وهي كالاتي: الترموس ب 121 ريال سعودي، القاعده حق الترموس هذه تكلفتها 51 ريال سعودي، وايضا تكلفه الماء لمده شهر في السبيل، يعني عباره عن ايش؟ دبتين ماء ابو 20 لتر يوميا الساعه 9 الصباح مع 500 ثلج، وايضا دبتين ماء ابو 20 الساعه 4 العصر مع 500 ثلج لمدة شهر كامل، تكلفته كم؟ 135 ريال سعودي، يعني التكلفة الكاملة 307 ريال سعودي، ترموس مع قاعدة مع ماء وثلج لمدة 30 يوم بالتحديد. طبعا هذا الترموس من أخت فاعلة خير الله يجزاها كل خير، وأيضا هذا الترموس من أخت فاعلة خير الله يجزاها كل خير، وأيضا هذا الترموس من أخ فاعل خير الله يجزاه كل خير، وأيضا هذا الترموس من أخفى على الخير الله يجزاه كل خير، تكفل فيه وتكفل أيضا بحق الماء لمدة 3 أشهر، يعني هذا الترموس مع الماء لمدة شهر وأيضا 3 أشهر ما بعد الشهر، يعني 4 أشهر الله يجزاه كل خير. وأيضا هذا الترموس تكفل فيه أخفى على الخير الله يجزاه كل خير ولمدة شهر. طيب يا وسام، هل الماء بيكون مستمر يعني دائم أو لا؟ أولا هذا العلم عند الله، نحن عملنا بالأسباب وبدينا بالبداية هذه، وكلنا فينا الخير والخير بيجي من رب العالمين. نحن بدينا بالبداية هذه، وأسأل الله أن يكتب الأجر لنا ولكم يا رب، بإذن الله بيجي الخير وتكون هذه البداية، وبإذن الله فيما بعد يا أما بنشتري خزان أبو 5000 لتر أو أكثر ونكون نعبيه ماء ونكون نمون التراميس منه، أو بنشوف الجدول كيف بيكون. الله يكتب اللي فيها الخير يا رب، تمام؟ ولكن البداية زي ما أنتم شايفين، اللهم لك الحمد، هذم 5 تراميس، وأيضا في أخ فاعل الخير تكفل بترموس، ولكن عاد القاعدة حقه تتجهز عند الملحم، فوقت ما تجهزت بيكون هو الترموس السادس، تمام؟ تمام. فأسأل الله أن يكتب الأجر لنا ولكم يا رب. والله العظيم يا جماعة إنه أجر كبير وفيه صدقة ما يعلم فيها إلا الله، كبيرة وعظيمة عند الله. أسأل الله أن يكتب الأجر يا رب، والذي حابب إنه يسوي خير مثل هذه الترامس يشوف أقرب منطقة له تحتاج ترامس ماء ويسويها، أو عن طريق أحد عن طريقه، أو يتواصل معي واتساب ونتعاون بالخير كلنا، ويكون لنا صدقة جارية وأجر عظيم عند الله تعالى. وأسأل الله أن يكتب الأجر لنا ولكم يا رب. زي ما تشوفوا، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. يلا خلكم معانا، بنروح نحطهم بالأماكن الذي حددناهم تماما، والله يكتب الأجر لنا ولكم يا رب. دعواتكم. أول واحد بنحطه وين؟ جوار مستشفى الأمل للسرطان الذي في النقطة الرابعة. هنا بنحطه. والله أجر عظيم 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 يا جماعة. المكان هنا مستحم بالناس والأهالي المرضى يجلسوا هنا زي ما أنتم شايفين. وهذا الترموس الثاني وين بيكون موقعه؟ بجولة النسيرية تماما. هذا شارع محمد علي العثمان، هذه جولة النسيرية. الله يكتب الأجر يا رب. هذا موقع الترموس الثالث وين؟ أمام مقبرة الأوقينات. وهذا الترموس الرابع أمام بوابة جوازة تعز. هنا يكون زحمة الصباح لا الظهر. أجر عظيم والله. وهذا الترموس الخامس مكانه وين؟ في جولة باب موسى تماما. وأنا تعنيت إن أنا أسويه هنا، ليش؟ لأنه في الصباح بالظهر واجدوا فيه العمال بكثرة. الله يكتب الأجر يا رب. هلا بالغالي هلا. شوفوا يا جماعة الخير، هذا الولد مع الخزان هذا فوق موتور تيك توك يطلب الله في الماء، ماء كوثر. تعال تعال من اليوم بتواصل معك، بكون أخليك تجزا تعبي لي تراميس الماء السبيل، دبتين أبو 20 زي هذه الصباح مع 500 ثلج، ودبتين أبو 20 زي هذه الساعة 4 العصر مع 500 ثلج. هي خدمات لك، الله يفتح عليك. منه أجر لنا ومنه يترزقه. فوالله العظيم إنه أجر كبير وعظيم لنا يا جماعة، ما تتخيل. شوفوا ما شاء الله، يترزق الله يطلب الله. الله يفتح عليه من واسع أبوابه يا رب. الغالي يقول أبغى أتبرع، الله يجزاك كل خير. هذا رقمي واتساب، تواصلوا معي فيه، والله يجزانا وإياكم كل خير.